السلام عليكم خياتي، كيفكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله جبتكم وصفه تاع صابلي بريستيج. صابلي هذا يندر بزاف في العقيقه وفي النفاس. اليوم ان شاء الله نعطيكم طريقه سهله وبسيطه اللي ممكن شباب بزاف، اللي هو اللي غادي يعطيه الذوق شباب بزاف. نوضوا بسم الله على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. شنو نحتاجوا في هذه الوصفه؟ نحتاجوا 500 غرام تاع زبده طريه، نحتاج عاولي رطل، نحتاجو كاس تاع سكر ناعم، انا زبده نخدم بصون سكر ناعم، نحتاجو كاس تاع زيت، نحتاجو الفرينه اللي هو الطحين باش نلمدو العجينه تاعنا، وكيس خميره كيميائيه، ونحتاجو فانيليا، نحتاجو زوج صفار بيض مع زوج حبات كامل. روحوا بسم الله. طريقه التحضير، اول حاجه نجيبو الزبده، انا عندي هذه الزبده، هذه تساعدني نتوما كل وحده ولكم الاختيار. انا تكون المقادير تاع رطل تاع زبده، نتوما تبغوا تنقصوا المقادير دبر راسكم. هذا الدهان كامل نحطوه، ولازم عليكم زبده تكون درجه حراره الغرفه باش الصابلي تاعكم يجيكم شباب ويجيكم مليح. كاين ملاحظه فقط، لا كان كنتو في مناطق فيها الحمام بزاف ما ننصحكمش انكم ديروا كاس تاع زيت، ديروا نصف كاس تاع زيت فقط، وديروا ثلاثه تاع صفار بيض وحبه بيض كامله. علاه قلت لكم هكا؟ كما تعرفوا الكاطو يطلق بالزيت، الدهان كي تكون دايبه تطلق الزيت، على بها ننصحكم انكم ما ديروش الزيت كامل. نجيبوا الزبده تاعنا، نديروا معها لافاني، ونديروا معها الكاس تاع السكر ناعم هكا، نخلطوا جيدا حتى يندمجوا هاد المقادير مع بعض. هذا الصابلي، صابلي تقريبا صابلي عادي، بصح الكريمه اللي غادي نديرو فيها اللي غادي نديروها هي اللي غادي نضيفو لها واحد المكون. هذا المكون هو اللي غادي يخليها بنينه بزاف. المكون اللي هو عباره عن ذوق الشوينغوم. كما لاحظتوا ذوق الشوينغوم ما ننصحكمش انكم ديروا في الصابلي، ننصحكم انكم ديروا في الكريمه، هو اللي يعطيه الذوق. اذا كدرتو في الصابلي ما يجيكوش بنين. نخلطو مليح باليد فقط، ونضيفو البيض، ولا كان بغيت تخدمو بالبيتخان ضيفو جميع المقادير مع بعض وخدمو. هاهو أنا ندخلو هداك البيض جيدا، هاهو هكا أنا غادي ندخل البيض مليح من بعد نولي معاكم. نخلطو مليح كيما تلاحظو، كي تشوفو ضيفو البيض ميتخلطلكمش مليح، بصح كي ضيفو الزيت يتخلطلكم. هنا قلت لكم الا كنتو في المناطق فيها الحموم بزاف، الزبده تاعكم اوتوماتيكو تكون دايبه بزاف، غير ننصحكم انكم ديروا بنصف كاس تاع زيت. خلطوا مليح، الا كان البرد ولا فصل الشتاء ديروا كاس كامل تاع زيت كيما لاحظتوا، ما ديروا لا نيشه لا والو. ولا بغيتو تستغنوا على الزيت ديروا ربعة تاع صفار بيض كيما هكا. خلطنا الخليط جيدا، ولازم عليكم كي ديروا الزيت في الصابلي خلطوه مليح باش الصابلي باش الزيت يندمج مليح مع الزبده وما تطلق لكمش العجينه تاعكم الزيت. خلطوا مليح، حطوا طيب رياضنا الخليط ونولي معكم. بعد ما خلط الخليط جيدا وندمج المقادير، دوك نضيف لها الطحين، كيس خميره كيميائيه. دائما ننصحكم الاخوات، كاين بعض الاخوات تلقى في لي كومونتير يقولوا لي الصابلي تاعنا راهي تكمش، الصابلي تاعنا ماشي ناجينا مليح. نقول لكم نهار الضربه الاولى خلطوا جيدا المقادير، والفرينه كي تضيفوها ما تبغوش تخلطوا فيها وتعاودوا. هذا السر الاول. ثاني سر اللي هو الخميره الكيميائيه، ما تكثروش الخميره الكيميائيه، اللي هو حاجه قليله فقط باش الصابلي تاعكم ما يجيكمش ما يتكمش لكمش في الطياب. انا غادي نكمل بهذه الطريقه، نلم فقط باطراف الاصابع حتى تحصل العجينه ومليحه. هاي العجينه تحصلنا عليها تكون عجينه طريه كما تلاحظوا ما تلصقش في اليدين. انا غادي نورقها، تورقها شويه رقيقه، غندير حبه في حبه وتبعها بهذا الطابع تاع الشكل الورده، وما نطبش نطوش لكم الفيديو ودخلها طيب. كل طاب لي صابي تاعها كي طيبوا بعد نولوا مع بعض نخدموا مع بعض الكريمه تاعنا. دروك نروحو مع بعض نخدمو الكريمة تاعنا. شنو نحتاجو في هذه الكريمة؟ نحتاجو 125 غرام تاع زبدة طرية، نحتاجو كاس تاع سكر ناعم، نحتاجو زوج مغارف كبار تاع كريم شونتي، ونحتاجو زوج مغارف كبار تاع زيت،
وزوج بغال كبار تاعنا. حنا غادي نديرو هاد المقادير نخلطوهم كامل مع بعض. نتوما اللي شفتو الكريمه تاعكم جاتكم شويه سائله تقدو تزيدو تضيفو لها شويه تاع السكر الناعم. دوك اول حاجه ديروا السكر الناعم مع الزبده، ديروا كامل المقادير مع بعض مع كريم شونتي والماء ما يكون بارد طبيعه الحال، ونضيفوا لها الزيت. هذه الكريمه تجي خفيفه بزاف، كل ما تخلطوها كل ما تجي خفيفه. وغادي نضيفوا لها المكون اللي قلت لكم عليه، المكون اللي قلت لكم عليه اللي هو عطر شوينغوم، اللي غادي يجي الكريمه تجي بنينه بنينه بالبزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الكريمه. وبالنسبه للاخوات قلت لكم ديجا قلت لكم في الفيديو، ما ذوق الشوينغوم ما ديروش في العجينه، لخاطر كي ديروا في العجينه ما يجيكمش الذوق تاعها شبيه. انا غادي نخلط هذه الكريمه تاعنا وبعد نضيف لها العطر تاع الشوينغوم ونولي معاها. بعد ما خلطناها انا مبغيتش نخلطها قدامكم باش ما ديركمش الحس، فقط دوك نضيفوا لها العطر الشوينغوم باش يعطيها الذوق ويجي بنينه بالبزاف. بسم الله، نضيفوا كميه حوالي ملعقه صغيره، ريحتها شابه بالبزاف. هاك هذه الكمية فقط تكفي، ونزيدو دروك نعاود ندربوها حتى تحصلوا على هذاك اللون وتجينا الكريمة خفيفة بالبزاف. بعد نولي معاكم الكريمة اللي حصلنا عليها، وهذا هما لي صابي تاعنا. دروك نلصقو حبة بحبة بهذه الطريقة، ديري كمية لاباس بها من الكريمة باش تجيكم الحلوة تجيكم شابة وتجيكم نكهة. ديرو هاكا، حاولوا اننا نسوي كاع الاطراف بهذا الشكل، وندخلوها في الثلاجه تشد روحها وحده بنص ساعه غير هذاك الوقت اللي تشد في روحها. نروحوا نذوبوا كميه من الشوكولا البيضاء، ونزيدوا لها شويه كميه فقط من الفوندون. دائما نقول لكم في الصيف ديروا الشوكولا بالفوندون باش تشد لكم اطول مده وما تذوب لكمش في الحموان. انا غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الحبات، ندخلهم في الثلاجه ونولو مع بعض نقلصهم مع بعض. هنا بعد ما طاب لي صابي تاعنا لصقناها ودتهم في الثلاجه شدوا روحهم بردوا مليح، الكريمه تاعنا بردت مليح. هنا جات كميه من الشوكولا دوتها مع الفوندون، خدمنا به كلاصاج، دا كلاصاج اللي حطيته في القناه بالتحصيل ممل. دائما كي يكون الصيف ننصحكم انكم تخدموا كلاصاج بالفوندون. وهنا جبنا هذا العطر شوينغوم، نديرو كمية منا باش تحصلوا على داك اللون الأزرق، وفي نفس الوقت غنتحصلوا على الذوق يكون شبيه بهذا الشكل، ونخلطو مليح تحصلوا على داك اللون الأزرق. هنا عندي عقيقة تاع ولد إن شاء الله ربي يرزق كل محروم. خلطو مليح، تكون هذا الكلاصاج يجي روعة ويجي شبل بزاف. وملي في الحموان اللي رانا فيه ما يلاقي هذا الكلاصاج لي الشوكولا كما تعرفوا راه تذوب لنا في الحموان، هذا الكلاصاج يشد لنا شويه. من بعد ما خلطناه بهذه الطريقه تاكدوا يكون تخلط كامل. انا بغيت هذا اللون يكون كليغ شويه. هنا جبت خدمت هذه الحروف حرف الدي، بس كل الطفل الاسم تاعه اول حرف تاعه دي. وجبت هنا تانيك خدمت تانيك بالشوكولا، هادو سبيبطات كاعدو باش نزينو بهم الحلوه تاعنا. نغلاصي الحبه بهذه الطريقه، بسم الله دائما نحطو الحبه هكا ونرفدوها ونرفدوها مليح باش تجي مغلفه كاع بالكلاصاج بهذا الشكل. نحطوها في الكرياج ونديرو هادو سبيبطات، نخلوها تشد روحها شويه. نحطو هاد السبيباطات هنايا ونحطو هذا الحرف هنايا، ويكون الصابلي تاعنا واجد. انا غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الحبات اللي عندي، وتلاقوا نشوفوا مع بعض في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاع نهار اليوم. بعد ما زينتهم درتهم في الكيسات زينتهم بهذا الشكل. عندي ملاحظه فقط قدام نكمل الفيديو تاع نهار اليوم، كما لاحظتوا الاول اللي كلاصته معكم جا شغل خفيف شويه، مي تخلطوا كلاصاج تاع الفوندون خلوه شويه يشد روحها شويه، ولا شتو خفيف زيدوا كميه قليله فقط من الشوكولا تحصلوا على هذا اللون. غادي نقسم لكم الحبه باش تشوف الشكل النهائي تاع الوصفه، ويجي طري ويجي كاع ما يتفتت ويدوب في الفرن كما تلاحظوا. شوفوا الكريمه كي تجي دايره
نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، نتمنى ان شاء الله تنجحوا فيها. اما بالنسبه للكميه اللي يبغوا، شحال قطعت لي من حبه؟ قطعت لي حوالي 70 حبه الكميه تاعها لكم. نتمنى ان شاء الله عجبتكم هذه الوصفه. دركم عليا نقول لكم الى الملتقى، الى فيديو اخر ان شاء الله.